لكم مساء الخير بجمهور استوديو لايف. مساء الخير بجمهور استوديو لايف اللي تيتفرج عبر الشاشة. اليوم عندنا مطرب اللي محبوب كتير عند الجماهير المغربية وخارج المغرب. اليوم غادي نستقبلوا ضيف اللي جاينا من مدينة أسفي الأصل. هو مطرب وملحن شاب ربح قلوب الناس من بعد مشاركته في الدورة 11 من ستار أكاديمي. كان تاني مغربي اللي تقبل في هذا البرنامج. جمهوره يوم رجوعه وجد له ترحيب خارق العادة. نجاحه اليوم خلى مئات الألوف ديال المعجبين يتبعوا كل خطواته. فاز بالميما أوارد بمصر كسميرة سعيد وسعد المجرد. قدر يقيس قلوب جماهير العالم العربي وتمتعينه للميوركس دور كمغني أكثر شعبية في العالم العربي. وتبارك الله عليه من تسجيل إلى تسجيل، من تلحين إلى تلحين، من سهرة إلى سهرة طلبته لنا. هو معنا اليوم على استوديو لايف. استقبلوا معنا بحرارة بإيهاب أمير. أنا والغرام باي باي يقولها ليك طاي طاي سمعتي الهدرة والكلام أهري زلت والو في بالي هم قاعدين يسبوها
ابلع ديالنا كلو الاستوار وآي هنجعو كي كنا ابلع ديالنا كلو الاستوار ديكا بي يا مقدمة بي عشق مني نسيتي فاسي وانا مناسي ومدري نوالو ديكا بي يا مقدمة بي عشق مني كديرك عبي يا مردم عبي وعشقك مدالي وسيتي الفاسي وانا مناسي وما درنا والو كديرك عبي يا مردم عبي عشقك مدالي وسيتي الفاسي وانا مناسي وما درنا والو اي اتيقك اي اتيقك كتقولوا الحب ماشي سهل ببغيني نفغيك في الاخر تقولوا تحت ما يستغل ديما كتقولوا الحب ماشي سهل في الاخر تقولوا تحت ما يستغل وديما كتقولوا الحب ماشي سهل سلباتك عايش بخير هاني والله كبير سلباتك بتظلم قوحيد عز راسي والله ما بغي نطير خليني انا بعيد بتظلم قوحيد عز راسي والله ما بغي نطير راسي لباتك راسي لباتك عايش بخير هاني والله كبير سلباتك انا سلباتك
بكم انا يا ناس مليوني عايش حياتي ترنكيل وعيب ما ينسين سبرت هذا الحين زي اللي بطل عايش حياتي ترنكيل وعيب ما ينسين سبرت هذا الحين انا 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 زي اللي بطل انا زي اللي تهددني بكلامك وانا نسيت غرامك ويلا حسب خطواتك وسق الله معاك مراك سد الباب متي ولا حياتي غادي تقلع داب غالي ايلا مشيتي مراك سد الباب متي ولا حياتي غادي تقلع داب كتهددني بكلامك انا نسيت غرامك يلا حسب خطواتك وسر الله معاك عيل واحد سبياني باغي تفوت اللي جاني كرامتي فوق منك مفتاح في العيشة بلاك وانت اللي بديتي الغصاب انت اللي بديتي علنتي الحرب عليا وانت اللي بديتي حمل العقوبة هاني والتوبة غنفاتك هم حياتك الله ينسيتي وانت اللي بديتي الغصاب انت اللي بديتي علنتي الحرب عليا حمل العقوبة هاني والتوبة وغنفاتي كرام حياتك والله لا نسيتي والله لا نسيتي عالمتيني ما نبقاش نتيق فيكي يا وغتيني انا الوجه الحقيقي يا علمتيني ما نبقاش نتيق فيكي يا وغتيني انا الوجه الحقيقي نرجع ليك لا 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 راه الدنيا بدالة بلا ما تديري حالة صيدتي الغزالة بغت لعبي بيا انا ماشي ضحية هزيتك حطيتك عرفتك للدنيا وانت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي علنتي الحرب عليا وانت اللي بغيتي حمل العمر
وانت اللي بديتي. أجل عندي ديري إيديك في إيديا بغيك أنا ونموت عليك وانتي ديالي ديالي نغير عليك نخاف عليك ديما ببالي قلبي أنا ديما فرحان ويا الغالي حيت عندهم حالك زين وحدة وحدة عليا كنتيني أنا الزين والعقلية أجل عندي ديري إيديك في إيديا بغيك أنا ونموت عليك نموت عليك عليك نخاف عليك قلبي أنا ديما فرحان حيت عندهم حالك كبير وأنا أنا بغيت نشوفك ديما معايا فرحانة أنا وياك عشرة طويلة عشرة طويلة أنا بغيت نشوفك ديما معايا فرحانة أنا وياك عشرة طويلة عشرة طويلة أنا وياك عشرة طويلة عشرة طويلة وأنا بغيت نشوفك ديما معايا أجل عندي ديري إيديك في إيديا بغيك أنا ونموت عليك وانتي ديالي ديالي نضيق عليك نخاف عليك ديما ببالي فرحان وحبيب وحدة 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 بيكم وكبير بالجمهور اللي حاضر معنا. يلا شي صلاة وسلام على رسول الله البنات على رسول الله.
تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شكرا شكرا لك. جمهور استوديو لايف يحبك بزاف إيهاب. أكيد أنا كنكبر ديما بهم وديما غادي بهم وتشجيعهم. تتبعوك في ما غادي. أو هم راس المال هم كل شيء. الحمد لله الحمد لله. إيهاب اليوم شنو استفدتي في هاد السنين الأخرى من تجربة ديالك في الميدان؟ يا تبارك الله عليك دابا بديتي صغير. فهمتي وانت باقي صغير يعني ويالله بديتي في المطاف يعني شنو استفدتي بعدا؟ استفدت بزاف الحوايج. اولا الصبر وثانيا التنجاح ما كيجي يعني ما كيجي بوالو كيجي بمجموعه ديال المجهودات وواحد ليفورس كديرو بزاف وتصبر بزاف وديما تتواصل مع الجمهور وديما تهتم بجميع التفاصيل ديال الكارير ديالك. كيبين لك المسار ديالك في المستقبل القريب؟ ان شاء الله. انا دابا ملي خرجت من ستاراك درت بزاف ديال الاغاني الحمد لله لقاو استحسان ديال الناس الحمد لله الجمهور كله 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 تيحب كل ما عمل ايهاب ايهاب امير. ميرسي بوكو. كنحاول انني نكتب ولحن وندير شي حوايج اللي زوينين وكلمات نقيين والحان اللي نقدروا نسمعوا ليهم كاملين. شنو اخر اغنيه غتغني لنا اليوم إيهاب؟ هي جوج كلمات. جوج كلمات نقول لكم جوج كلمات وما سخيتش بيكم. حتى انا ما سخيناش بيك ايهاب. غنخليكم مع ايهاب واخر اغنيه وحنا ان شاء الله غادي نتلاقاو الاسبوع المقبل مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد. مرحبا بك إيهاب. وجاي نقول لك جوج كلمات وغنمشي حيد قلبي حيد قلبي كره كل شي وكفاية علي هم الدنيا زتيني همك انتي وكفاية علي هم الدنيا زتيني همك انتي. وجاي نقول لك جوج كلمات اه وغنمشي حيد قلبي كره كل شي وكفاية علي هم الدنيا زديني همك انتي كفاية علي هم الدنيا كل شي كل شي. وجاي نقول لك جوج كلمات او غنمشي حيد قلبي حيد قلبي كره كل شي وكفاية علي هم الدنيا زديني همك انتي كفاية علي هم الدنيا زديني همك انتي. وفي صفك يا تيا بتمنى لك الخير وبعدي عليا انا غادي بالنية 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 وانا ماشي من هدوك الناس ندحو قيمتهم على الدرية انا درويش وحان الراس وتي موتي غير شوية. عيتني سيرتك آه في كل مقام هو عليا آه هو علي كل شحال من هدرة آه يا كل شي عارف لافوت منك سهلي الورقة الحمراء يا كل شي عارف لافوت منك سهلي الورقة الحمراء. عيتني سيرتك آه في كل مقام هو عليا وعليك كل شحال من هدرة يا كل شي عارف لافوت منك سهلي الورقة الحمراء وكل شي عارف لافوت منك سهلي الورقة الحمراء. مو في صفك يا تيا بتمنى لك الخير وبعدي عليا انا غادي
ماشي ساجل سلبات